قالت ابنة صغيرة لأمها: يا أمه، أتعلمين ذلك الشيخ الكبير الذي كان يمر علينا في بيتنا فيكنس لنا بيتنا ويحلب شياهنا ويطعمنا؟ قالت: نعم. قالت: سمعت أنه تولى الخلافة، من سيقوم بهذا الأمر بعد أن أخذ الخلافة؟ لن يتذكر حالنا. وإذ بالباب يطرق وتفتح الصغيرة، وإذ بها تشاهد ذلك الشيخ الذي أصبح أميرا للمؤمنين وخليفة للمسلمين يعود ليعمل ما كان يعمل قبل الخلافة. فأتت مسرعة إلى أمها وقالت: يا أمه، الشيخ نفسه جاء ليخدمنا، كان سبيتهم وحلب شياههم وأطعم أطفالهم. كان عمر رضي الله عنه يسير وراء أبي بكر، فلما خرج أبو بكر تبعه عمر، فسأل المرأة: ماذا يصنع هذا الشيخ الكبير الذي دخل عندكم؟ فإني أراه يأتي إلى هذا المكان. قالت: هذا الشيخ الكبير يكنس بيتنا ويحلب شياهنا ويطعم أطفالنا ثم يذهب. فجث على ركبتيه وقال: أتعبت الخلفاء بعدك يا أبا بكر.